بحر العيد هو فسحة أمل صغيرة لجميع الأطفال من دون تمييز، وخاصة للأطفال الذين لا يستطيعون تحمل التكلفة الباهظة لمدينة الملاهي. هو ملتقى المرح والتسلية والمتنفس للأطفال للاستمتاع بألعاب العيد من أراجيح العيد وعربات المأكولات التراثية. هذا هو كبيس العيد، إذا ما أكلوا كبيس العيد معناته مش عيد. أغلبيتهم كل أجيال، يعني نحن مربيين أجيال 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 لبحر العيد، يعني جابوا أولاد وعم بعرفوا الأولاد على بحر العيد، يعني اللي كان يشتري من 15-20 سنة مننا صار عنده أحفاد، عم يجيب الأحفاد يقول لهم إنه هان كنا نشتري الفول نحن، هذا هو الفول العيد، هذا الكبيس العيد. كل عام وانتو بخير. كل عام وانتو بخير. أنا جاي بالعيد عشان ألعب أنا وأخواتي بالمراجيح. لك جايين نلعب بالملاهي. كل عام وانتو بخير. كل عام وانتو بخير. جايين نلعب أنا وأخواتي بالمراجيح وينعاد عليكم العيد الأضحى المبارك ويخلينا إياكم يا رب. باي.